لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، لعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وفاة 170 ألف عراقي منذ عام 2015. في صحيفة المدى، صلاح الدين تشكو الأمن: قواتنا منشغلة بالإتاوات وتهريب النفط. في موقع كتابات، واشنطن تدعو العالم للتوقف عن شراء النفط الإيراني. في الجزيرة نت، نصر لترامب: المحكمة الأمريكية العليا تؤيد حظر دخول مسلمين. في صحيفة العربي الجديد، مسيحيو العراق يطالبون البرلمان بإقرار قانون يعيد أملاكهم المسلوبة. القدس العربي: إسرائيل واثقة من أن أمريكا ستبقي على القيود في أي اتفاق نووي مع السعودية. وفي صحيفة الحياة، دعوات إلى انتفاضة في إيران ونواب يهددون بعزل روحاني. ليس بأمر جديد ما أوردته وكالة رويترز في ثنايا تقرير عن الحالة السياسية الراهنة في العراق، لا سيما في مرحلة ما بعد الانتخابات، من أن العملية السياسية أخذت تتجه نحو وضع معقد، لأن مجلس النواب القادم سوف يولد من انتخابات رافقتها عمليات احتيال وتزوير، حتى غدت السمة العامة لها، على الرغم من أنها جوبهت بإقبال ضعيف ومقاطعة تاريخية من قبل العراقيين، في مقال تحليلي كتب جهاد بشير في صحيفة البصائر العراقية عن العودة إلى المربع الأول. الحقيقة أن كل المراحل التي مرت بالعملية السياسية منذ تأسيسها والانتخابات التي شهدتها طوال عقد ونصف كانت متصفة بذلك، ولا فرق بينها وبين الأخيرة، سوى أن القوى السياسية لم تستطع هذه المرة إخفاء حجم المقاطعة والوعي الجماهيري الذي وصل ذروة القناعة بفشل هذه المنظومة. إلا أن في كل مرحلة حسابات تتعلق بالمصالح المشتركة للرعاة الدوليين والإقليميين لها، اقتضت في السابق أن تعمى هذه الحقائق بغية الوصول إلى غايات معينة، وتطلبت في الحاضر مغايرة قواعد اللعب بسبب تصاعد حدة التنافس بين الشركاء على مساحات النفوذ وصلاحيات الاستحواذ، فضلاً عما تشهده المنطقة عموماً من تغييرات وتطورات في المشاهد الأمنية والسياسية والاقتصادية. الأحوال السياسية المثيرة للجدل في العراق جعلت صحفاً أمريكية تعترف بأن مستقبل البلاد وسلامه محفوف بالمخاطر، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات وما رافقها من فوضى انتهت بإلغاء كم كبير من الأصوات والعودة لإعادة عد وفرز محتويات صناديق الاقتراع، علاوة على الحوادث المتلاحقة المتعلقة بهذا الأمر من حرائق وتفجيرات، وتنامي الصراع بين الأحزاب والأحلاف، فإن الجوقة المقبلة التي ستستعملها طهران بتفويض ورضا من واشنطن لإدارة العملية السياسية. ويضيف الكاتب: التحالفات هذه لن تكون بمعزل عن أطر المحاصصة، لأن قالب العملية السياسية لا يتقبل طورا آخر ولا يتطابق مع شكل جديد، ومواقف المتحدثين بشأنها صريحة، وتشير إليها تجليات الاجتماعات واللقاءات بين شركاء المتنافسين الذين تجمعهم طاولات الحوارات والمناقشات وتفرقهم الأهداف والغايات، وحيث يجد العراقيون المتحالفين هذه المرة هم أنفسهم أصحاب التحالفات السابقة، وإن ظهروا بمسميات جديدة فإن مستقبل البلاد واضح المعالم، وتجارب الحقبة السابقة كفيلة بالتصديق عليها، فليس لهم من بد سوى إجراء التغيير الذي تعرف الجماهير طريقه جيداً.
كل التكهنات عن الكتلة الأكبر التي يحاول السيد مقتدى الصدر جمعها باعتباره يقود القائمة الفائزة في الانتخابات الأخيرة لا تعد أن تكون مراوحة في المكان نفسه، فالصدر نفسه يواجه حسابيا احتمال الذهاب إلى المعارضة، مثلما أن زعيم دولة القانون نور المالكي الذي جاء خامسا في ترتيب الفائزين يواجه بدوره خيار تشكيل تلك الكتلة وحتى تزعمها، بحسب الكاتب مشرق عباس في الحياة اللندنية. يجب الإقرار بأن الخريطة التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة تمنح الجدال حول الكتلة الأكبر زخماً إضافياً وتفتح باب الاحتمالات على مصراعيه، فالخريطة تفرض إعادة صوغ المعايير لتشكيل الكتلة المنتظرة عما كانت عليه في التجارب السابقة، لكن المعيار الأجنبي ما زال يمثل الثقل الأكبر وسوف يستمر كذلك حتى تتغير فتوى المحكمة أو يعاد صوغ الدستور العراقي ذاته. كان الصدر في لحظة إعلان نتائج الانتخابات وضع فرضيات الشارع العراقي حول شكل الكتلة ضمن متبنياته، فهي عابرة للطوائف، وبذلك فإنه رفض ابتداءً إعادة تشكيل كتلة التحالف الوطني الشيعية، ما أطلق التكهنات بأنه فتح على نفسه باب المواجهة ليس مع القوى الشيعية الداخلية فحسب، بل مع إيران ومندوبها السامي الدائم الجنرال قاسم سليماني. وبعيداً من البكائيات الوطنية التي يرددها زعماء الأحزاب الشيعية والسنية والكردية معاً، فإنهم جميعاً متفقون على أن المواجهة مع سليماني قد تدفع بهم إلى المعارضة وربما إلى خارج العملية السياسية، لهذا ترددوا في الاندفاع خلف دعوات الصدر وماطلوا وفتحوا حوارات جانبية بانتظار أن يدلي سليماني بدلوه. قبلت إيران بمطلب عدم تشكيل التحالف الشيعي، لكنها رفضت في الوقت ذاته أن يكون هناك تحالف عابر يختار رئيس الوزراء، فتلك سابقة قد تنتج على المدى البعيد حكومات خارج السيطرة. في الغالب ستنجح جهود إنتاج كتلة الفضاء الوطني الجديدة وسيتم تجاوز الخلافات حولها، لكنه سيكون نجاحا مؤقتا فقط، فما زالت الأسئلة حول الأزمات الوطنية الكبرى التي قادت إليها التجارب السابقة غير مجاب عنها، ولا نتوقع أن تكون الإجابات قريبة. الكل يفكر بنقمة وسخط على الأداء الحكومي والبرلماني، ولكن الخيار مخالف لطبيعة السخط والواقع، وإلا لما قابل كل هذا الفشل والفساد عودة إلى اختيارات غير صحيحة، مرة بدوافع عشائرية أو طائفية أو حزبية أو مادية عن الانتخابات وفشلها، يكتب واثق الجابري في موقع كتابات. إنها ليست معركة شعب ولا لأجل شعب، بل تدور بين قوى فازت ومنها بالتزوير ولا تريد التراجع، وقوى خسرت واعترضت وإن كلف ذلك دماء، فجمعت الثانية الأدلة وكأنها الأولى في تزوير الحقائق وتمرير قوانين بصيغة تقاسم الكعكة، ويسكت جميعهم عن تزوير وزيف العمل السياسي، واختلف الغالب والمغلوب، وشخصيات كبيرة خسرت فقلبت الطاولة، ولولا هذا التغيير الكبير في خرائط القوى لقالوا انتخابات نزيهة، وها هي الإهانة التي يشعرها الخاسرون ستدفع بهم إلى حد إلغاء النتائج نهائياً، ولن يرضيهم حتى الفرز اليدوي إن خسروا، وسيقبلون بحكومة طوارئ أو أي احتمال آخر وإن وصفوه بالحرب الأهلية، وتعود العملية إلى الصفر، وعليهم وعلى أعداء كانوا مناصفيهم قسمة التزوير. يغيب دور الشعب في كل الأحوال، سواء شارك أم لم يشارك، ولا يجني سواء انتصر هذا أو خسر ذاك، وتقاسم الغنيمة بين الفرقاء هي السبيل الوحيد لضمان حياته بأسوأها. يدعي كلا الفريقين أنه غاضب لأجل الشعب ولأجل المحافظة على العملية الديمقراطية، لكنه شعب يعاني من سوء الخدمات وغياب المشروع والقتل العلني والديكتاتورية في ظل هيمنة أحزاب وأشخاص وقوى لا تمانع من استخدام القتال كوسيلة لتسلطها.
الشعب كفاقد وعي يستخدمه الساسة للاستجاء، فيأكلون ما يحصلون عليه من أموال باسمه ولا يشعرون بعذاباته. في ليال حمراء مدرجة بالدماء وقطرة حياء جبين المواطنين، والنظام الانتخابي لا يضمن لك وصول من تنتخب أحيانا، وقد تصوت لشخص ويذهب لآخر. وفي قوائم فاسدين استخدموا أساليب مشبوهة واشتروا ذمم واستخدموا المال العام لضمان الحصول على أعلى الأصوات في القائمة، وبذلك يذهب الصوت لقائمة ستكون معظمها فاشلة أو إعادة لتدوير نفس الوجوه الكالحة التي تتصارع في معركة لا خاسر فيها سوى المواطن. لم تترك عصابات السطو المسلح والسرقة في العاصمة العراقية بغداد طريقا يسهل لها جرائمها إلا سلكته، إذ باتت تبتكر أساليب جديدة لاختراق منازل الأغنياء ومعرفة مكامن ضعفها وسبل الدخول والخروج منها دون انكشاف أمرهم. الجرائم التي شهدتها أحياء راقية ببغداد كالمنصور واليرموك وزيونة خلال الأسابيع الأخيرة تمت بأسلوب جديد يتمثل بالاتفاق مع عمال بناء وصيانة عراقيين وأجانب من أجل تسهيل مهمة السرقة، بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. ويؤكد ضابط في مركز شرطة المنصور وسط بغداد أن بعض السرقات المسجلة في المركز تمت بمساعدة عمال يدخلون المنازل ويقومون بالسرقة بشكل مباشر أو بالاتفاق مع عصابات أكبر، مبيناً أن حي المتنبي في المنصور شهد الأسبوع الماضي جريمة سطو مسلحة بالاتفاق مع عمال بناء دخلوا منزلاً بذريعة ترميمه. ويشير إلى أن العمال قيدوا أصحاب المنزل الذي يعود لصائغ ذهب قبل أن يتصلوا بالعصابة التي جاءت بأسلحتها واستولت على مبالغ مالية وكميات كبيرة من الذهب، موضحاً للعرب الجديد أن الشرطة تعرفت على أحد العمال من خلال كاميرات المراقبة التابعة لمنزل مجاور، لأن العصابة أتلفت كاميرات المنزل الذي سرقته. ويوضح أن هذه الجريمة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة في ظل الانتشار المخيف لعصابات السرقة والسطو المسلح، مؤكداً أن بعض العصابات بدأت تستعين بالعمال الأجانب الذين يعملون في المنازل والشركات من أجل تسهيل سرقتها. وتعلن القوات العراقية بين الحين والآخر عن إلقاء القبض على عصابات للسرقة والسطو المسلح، إلا أن ذلك لم يمنع الازدياد المخيف للجريمة في العاصمة العراقية التي تطال أغلب أحيائها. أغرب تعليق على قضية تسريب أسئلة مادة الدين لامتحانات البكالوريا للسادس الإعدادي هذا العام هو الذي جاء على لسان نائم في البرلمان يعتمر العمامة، أي أنه رجل دين بدرجة ما. المعلق هو نائب رئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، الذي جاء في الأنباء أنه طالب بفتح تحقيق عاجل بشأن ظاهرة تسريب الأسئلة وبإقالة المتورطين فيها، معربا في بيان عن استغرابه حيال الصمت الحكومي لفضائح تسريب الأسئلة وعدم الاكتراث للإهمال الواضح لقطاع التربية. وجه الغرابة في موقف الشيخ حمودي أنه من أقدم أعضاء مجلس النواب، بل هو أحد مؤسسيه منذ الجمعية الوطنية التي أعدت الدستور، أي أنه من النواب المخضرمين بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى العراقية. الشيخ حمودي يتحمل المسؤولية مع سائر أعضاء مجلس النواب الذي في دورات مختلفة آخرها الدورة الحالية شرعنا عمليات الفساد في الدولة بكل أصنافها. في دورتين برلمانيتين سن مجلس النواب قوانين للعفو عن مرتكبي جرائم تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية وسراق المال العام ورعاة الإرهاب، وبفضل القانونين يوجد الآن في دوائر الدولة كافة بما فيها مجلس النواب موظفون وأعضاء ارتكبوا جريمة التزوير وسواها من جرائم الفساد الإداري والمالي الذين سربوا الأسئلة الامتحانية، والأرجح أنهم باعوها لقاء مبالغ مالية. لابد أنهم لم يشعروا بالخوف من عواقب فعلتهم،
فبأم العين رأوا كيف تجيز الدولة التي يعملون فيها ويتقلد السيد حمودي أحد مناصبها الرفيعة لمزوري الشهادات والوثائق والسراق المال العام ورعاة الإرهاب بالمال والسلاح والمأوى أن يفلتوا من العقاب. فما الذي يردعهم عن تسريب الأسئلة الامتحانية وبيعها؟ على بعد خطوات فقط يجلس أمام الشيخ حمودي على أحد مقاعد البرلمان نائب اسمه مشعان الجبوري الذي اعترف علنا عبر التلفزيون بأنه قبض رشاوى عن تسهيل صفقات ومقاولات، بل قال بالفم الملآن إن الآخرين من زملائه في المجلس كلهم يفعلون الشيء نفسه، فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، والحليم تكفي الإشارة. الاتحاد الأوروبي يعلن تماماً عن من الانفصام بين مصالحه وقفزاته الحضارية والعلمية من جهة، وبين تهافت دوره الإنساني والأخلاقي تجاه معضلات حقيقية تعاني منها البشرية بسبب الإرهاب والفقر وانعدام الأمن من جهة أخرى. وأوروبا ليست بمأمن من معاناتها، ومنها قضية اللاجئين وتداعياتها المستمرة وضغطها على الاستقرار في مجال الدفاع المشترك أو زعزعة اتفاقية شنغن، أو على مستوى التباين داخل النظام السياسي للدول، وآخرها أزمة القارب المحمل باللاجئين بين إيطاليا وفرنسا الذي استقبلته إسبانيا بعد قلق وجدل. عن الصواريخ الإيرانية والدور الأوروبي في دم النظام الإيراني كتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. العقوبات على نظام الملالي أسفرت عن هروب الشركات لأنها تقرأ مصالحها بعناية لا تخلو من توقعات انهيار النظام الإيراني، لكن لماذا تلجأ أوروبا إلى إمداده بالمعنويات وقبول المساومة مع النظام في محاولة لطمأنة الشركات بإيداع الأموال في البنك المركزي الإيراني؟ إذا أردنا أن نفهم عقلية النظام في طهران فلنتتبع لسان قادة ميليشياته، لأنه يعبر من خلالهم عن نهجه في رصد أثر العقوبات ورده عليها بتمدد إرهابه في لغة طالما تم فيها تعميم التخريب على كل من يمتلك خارطة طريق إلى المستقبل ولديه رؤية في التنمية والإعمار باستغلال مفرط لحساسية الدول المستقرة من هواجس الاستهداف. لذلك فإن الصواريخ الباليستية الإيرانية من الحوثيين باتجاه التجمعات السكنية في المملكة العربية السعودية تستخدم كرسائل عملية وعلى الأرض لما يمكن أن تتعرض له أوروبا في حالة الانسحاب من الاتفاق النووي. وتأتي التهديدات الإيرانية وتوعدها بإشاعة الرعب في المنطقة والعالم ترجمة لخلفيات الفكر الميليشياوي الأقرب إلى البرقيات، عندما يبشر أحد زعمائها بقرب ظهور المهدي في إشارة بالغة الدلالة إلى تبنيهم سياسة التخريب وخلط الأوراق. ويضيف الكاتب الأسئلة الآن تتراوح بين المواقف الأوروبية من الإرهاب الإيراني وبين مواقفها من الاتفاق النووي وقضايا الهجرة وزيادة المحاذير الأمنية داخل دول الاتحاد الأوروبي وانعدام الموقف الحاسم من التداعيات المتتالية التي تسبب موجات اللجوء وتكرار القلق الأممي من قضايا تدعونا إلى الشك بما أنجزته الإنسانية وأوروبا تحديداً. نجح فريق قسم جراحة القلب بمستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية في إنقاذ حياة مريضين بالقصور القلبي الحاد من خلال تدخل جراحي يعد الأول من نوعه باستخدام أحدث جهاز تم طرحه عالمياً يسمى جهاز مساعدة البطين أو صديق القلب. ويعد هذا الجهاز بمثابة حل مؤقت لحين الوصول لمرحلة زراعة القلب، أو يتم استخدامه كعلاج طويل الأمد إذا كانت عملية الزراعة غير ممكنة.
يقول الدكتور عبد العزيز الخليفي استشاري أول ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى القلب: الجهاز عبارة عن مضخة صغيرة يتم زرعها بالصدر، تقوم بشفط الدم من البطين الأيسر وضخه في الشريان الأورطي لتعويض وظيفة البطين الأيسر الذي يعاني من حالة قصور حاد، وتميز عن غيره بصغر حجمه ما يسمح للمريض بتحمله وليس له صوت، كما أن حاجته للمميعات أقل بكثير من الأجهزة الأخرى، كما تقل فرص حدوث التجلطات بصورة كبيرة عن الأجهزة القديمة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.